مبارك. إذن الحديث أكثر حول هذا الموضوع، أرحب بسفيان الواسع ناطق باسم منظمة حمايتك، مرحبا بك معنا. مرحبا بك ومرحبا بكل متابعي قناة شرق نيوز. أهلا بك معنا، وأرحب بك سيد جابر بن سديرة رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار، مرحبا بك معنا. مرحبا وشكرا على هذه الفرصة الطيبة. أهلا بكم معنا السادة الكرام. عفوا أبدأ معكم سيد سفيان فيما يخص اليوم قراءتكم للأسعار التي شهدت ارتفاعا عشية عيد الأضحى المبارك. يعني هو نفس السيناريو الذي يعاد سنويا ومع كل مناسبة دينية، يعني عيد الأضحى ليس استثناء، فهناك شهر رمضان الفضيل الذي شهد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا في هذا الشهر، لدينا عاشوراء، يعني كل المواسم الدينية، وذلك نظرا لزيادة الطلب على هذه المنتجات. أما فيما يخص الأسعار وتحديد الأسعار، نقولها ونعودوها ألف مرة، في ظل غياب فاتورة يمكن من خلالها تحديد السعر الحقيقي من المنتج إلى المستهلك، لأنه هنا فيه تقاذف للتهم. صحيح على مستوى أسواق الجملة الأسعار منخفضة، ولكن أين الدليل في ذلك؟ هل توجد فاتورة مقدمة لتاجر التجزئة؟ وهل الممول في حد ذاته هو الفلاح يحوز على وصل أو فاتورة تحدد السعر المبدئي، يعني من بدأ من عند المنتج حتى المستهلك، والتي يمكن من خلال هذه الفاتورة تحديدها ومش الربح؟ لأنه من غير المعقول منتج على مستوى سوق الجملة نلقاوه بخمسين ستين إن لم نقل 100% زيادة على مستوى محلات التجزئة. يعني هنا دائما لا يمكن تنظيم الأسواق في ظل غياب نظام تتبع متمثل في الفوترة. هاوليك الإشكال ونربلك يوقع دائما، ربما في الأعياد خاصة العيد الأضحى أو عيد الفطر كان المشكل في التموين على مستوى أسواق الجملة، لأنه ما فيش أسواق جملة اللي كانت تفتح، ولكن معليش في الآونة الأخيرة بدأت تفتح هذه الأسواق، ولكن هنا الكل يعني يلقي بتهمه على الطرف الآخر. وخلي خير دليل، يعني وصلت حتى المواد، بعض المواد الاستراتيجية من مادة البطاطا منذ يعني سنتين فقط، يعني سعرها الحقيقي ولينا ما نعرفوش سعرها الحقيقي، على مستوى تجار الجملة ب 68 دينار، على مستوى التاجر التجزئة نلقاوها ب 90 لحقت حتى ل 140 دينار. من يقوم بالضبط هذه الأسواق؟ وهنا يعني كان مطلب تاع منظمة حمايتك دائما هو تطبيق الفوترة. صحيح الفلاح لا يحوز، نتكلم عن الفلاحين يعني الصغار، ما نتكلمش على التعاونيات اللي راهي عبارة عن مؤسسات، يعني نتكلم ما عندوش حتى وصل، يعني إلا البطاقة المهنية الفلاح ما يقدرش يحرر حتى وصل اللي يحدد السعر نتاعه. نعلم أنه الدولة الجزائرية دولة يعني تضامنية، يعني فيه يعني مسح للديون للفلاحين، يعني فيه قروض، فيه عديد الأمور لتحفيز الفلاح باش يزاول هذه المهنة، باش يخدم المستهلك، باش توصلنا المواد الفلاحية والمواد هذه الاستهلاكية بأسعار تكون منخفضة. ولكن للأسف نفس السيناريو رابلك يتعاود يعني سنة مر سنة، والمجال يعني والله صراحة يعني والله دائما الإنسان يحوز في قلبه وحتى يستحي أنه يجي يتكلم، خاصة في المواسم الدينية والعوض أنه الأسعار تنخفض وتكون في متناول الجميع، ولكن تطبيق قاعدة الطلب والعرض اللي هي يعني كما قلوا سيدة الموقف في هذا المجال، وخلينا السوق هكذا فوضى، يعني نقولوها بصريح العبارة، ما بقاتش يعني أننا نحدد طرف على طرف أو نزكي طرف على طرف، ولكن أسواقنا فيما يخص التموين راهي تعيش فوضى. يعني أحدثت، تم استحداث أسواق بمعايير عالمية، حوالي 6 أسواق عبر التراب الوطني بمعايير عالمية، أسواق جملة للخضر والفواكه، يمكن من خلالها نعرف الكمية اللي دخلت والكمية اللي خرجت والكمية التي تم تسويقها بالأنواع وبالأصناف، ولكن فيه عزوف على ما من بعض، يعني ما لقيناش، يعني ما السؤال يعني يبقى مطروح، لماذا العزوف يعني باش ندخلوا لهذه الأسواق اللي تكون فيها الرقمنة وتعطينا إحصائيات مضبوطة يعني عن كم المواد المنتجة والمستهلكة محليا. طيب نبقى دائما في ذات السياق أستاذ جابر بن سديرة، دائما في الحديث أو بالحديث عن هذه الإشكالية التي تشهدها الجزائر في كل الأعياد أو المناسبات الدينية عن ارتفاع الأسعار، أسعار المواد الاستهلاكية أو الخضر أو الفواكه، اليوم رغم وجود قانون المضاربة ورغم الرقابة في الأسواق، إلا أنه دائما ما نرى أن التجار يقومون بهذه الحملة وهي رفع أسعار الخضر عشية الأعياد. اليوم برأيكم ما هي الآليات التي يجب اتخاذها لوقف مثل هكذا تصرفات أو خروقات؟
أكيد أنا أشاطر رأي كل ما قاله أخي صفيان الواسع، وخاصة أن قاعدة العرض والطلب هي دائما سيدة الموقف في ضمان استقرار الأسعار. احنا كنا قبل سنتين شاركنا على مستوى اللجنة الوزارية اللي أخلقت العمل التجاري، ورفعنا العديد من التوصيات واقترحنا آليات لضبط تمويل السوق حتى فيما يخص كيفية الأداء، يعني كيفية تقليص عدد المتدخلين في سلسلة البيع. تحدثنا أيضا على وصل أو سند البيع اللي حتى طلبنا أنه تكون فترة تاع سنة أو سنتين نلغيه فيه رقم التعريف الجبائي. قدمنا بعض الاقتراحات كما سابقا كنا دايرين لونساج لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لا نديروا مرحلة ونرافقوا الفلاح وحتى تجار التجزئة وحتى لمنضاتي الوسطاء تاع الفلاحين، نعطو لهم آلية باش ندخلوهم في الرواق الرسمي، نهيئوا المناخ المناسب اللي يخلي يحفز المتعاملين الاقتصاديين انهم ما يخافوش من الإدارة، ما يخافوش من الإجراءات، ما يخافش من الفوترة. اي فلاح تروح تقول له اعطيني سند البيع ما راحش يبيع لك، راح يدخلوا في يقول لك انا ربما راح ينجم عنه ضرائب، ينجم عنه امور. الو احنا بقات حاجة واحدة اللي نتمنوا ان شاء الله انه تكون تتشكل لجنة لتجسيد التوصيات. التوصيات درناها بقى برك عملية التجسيد لهذه التوصيات، أنه لما نشوفوا أنه هناك أكثر من 650 سوق جواري مغلق، نشوفوا السوق الوطنية تحتاج أكثر من 1000 سوق جواري، لما لا يكون هناك شراكة بين القطاع العام والخاص لتجسيد هذه الأسواق. لما نتحدث على سلسلة التخزين، هناك الديوان الوطني للخضر واللحوم راهو يتعاقد مع العديد من أصحاب غرف التبريد. حنا نتمنى إن شاء الله مادام الديوان راه قاعد يتعاقد مع هذه يعني ورشات التبريد، يوضع مخطط لإخراج هذه المنتجات وخاصة في المواسم. حنا مادام كل عام والخاص يعرف أنه يزداد الطلب على الخضر في خلال يعني فترة العيد المواسم الدينية وغيرها، لما لا يتم إفراغ يعني إشباع السوق من هذه المواد في هذه الفترة بالذات، يوضع مخطط. لما لا نتحدث عن الاستشراف؟ هنا شفنا أيضا مثلا في شهر رمضان المبارك كانت عندنا تجربة البصل، احنا شفنا أنه كانت هناك طلبات لاستيراد البصل وتم رفضها. يعني ضمان تمويل السوق يحتاج إلى مراقبة مدى تدفق السلع إلى الأسواق. إذا ما كانش عندنا معلومات، إذا ما كانش عندنا رقمنا إحصائيات دقيقة حول ما يوجد في السوق وحول ما ينتجه الفلاح، بطبيعة الحال سنقع في مثل هذه الارتفاعات التي ربما نصنفها بأنها غير مبررة، ولكن في نهاية المطاف هي مبررة بقاعدة العرض والطلب. طيب أستاذ صفيان الواسع، أوجه لحضرتكم ربما نفس السؤال، برأيكم اليوم يجب أن تكون هناك جملة من الآليات لتفادي مثل هكذا خروقات في حق المواطن الجزائري، ما هي أبرز هذه الآليات؟ والله يعني احنا نقولها كفانا من الحلول الترقيعية، نحن نبحث على حلول دائمة، وكما ذكر أخي بنزديرة على حلول استشرافية. مدام بعض الدول اللي رأيك متطورة ومتقدمة عندها نظرة استشرافية في بعض المجالات الاقتصادية توصل حتى المئة سنة القدام، احنا المشكلة ما رأيكش يعني مجرد حل فقط فتح باب الاستيراد. رانا نشوفوا الأضاحي الآن زيادات غير مبررة وصلت حتى 50%، رغم أنه فيه الأمطار الأخيرة على مدار 4 أسابيع والمراعي موجودة. الأعلاف رم يستعملوا الأعلاف تاع العام الماضي، الدولة بسطت يدها كل البسط فيما يخص فتح المجال أمامهم، ما عندهم لا سجل تجاري، ما يدفعوا الضرائب. 19 مليون رأس من المواشي في الجزائر ونلقى أنا أضحية تعمل 140 ألف دينار، والله كما قلت لك نعاود ونكرر أستحي أن نجي هنا ونتكلم. خلونا من لغتي العاطفة، لأنه لولا قانون المضاربة هذا البيدون تاع الزيت خويا بزديرة رانا نخلصوه 180 ألف، شكارة تاع الحليب اللي راهي تعمل 25 دينار رانا نشروها ب 100 دينار. خلونا من العاطفة، تم اتخاذ قرارات ردعية لأن القوانين وجدت لتنظيم المجتمعات. إلا ولينا درك أنا نتعاطف مع فلان بسكرة الضار في البصل والحق 40 ألف، صحيح يقول لك واحد عيب تهضروا غير على البصل، ولكن البصل راولي كيما نقولوا قوت الزوالي، المواطن البسيط الناس راهي تمشي بالصرف، لأنه كان فيه رفع للأجور. زيادة الأجور هي كتعزيز ورفع كيما نقول القدرة الشرائية، ولكن الزيادات الغير مبررة صحيح
التجار كاين في الجزائر أزيد من 3 مليون شخص يعني فرد حامل للسجن التجاري. نعلم كل المشاكل التي يتخبط فيها الإخوة التجار، لأن المضاربين مش واضحهم أنا في خانة التاجر النزيه الغشاش والذي يعمل أمور للضر بالمواطن ما روش في خانة التاجر، ولكن هناك قوانين. أصبح الله احنا لو نقارن الجزائر بأي دولة في الخارج، لو كان نشوفوا يعني كيفاش الرقمنة وصلت، ما كانش مواطن يمشي بالدراهم ليكيد. دوك تجار عازفين باش انهم يحصلوا على جهاز نتاع الرقمنة باش الدفع الالكتروني. الى متى؟ لو كان فيه دفع الكتروني تحصيل ضريبي واعطاء بعض الضمانات للتجار وعندنا رقمنة في كل المنتجات ما نوصلوش الى هذا الخلل. رانا شفنا برك مادة الزيت يعني لو تتكلمي على ارقام خيالية تكفي زوج دول تموين، زوج دول بربعين مليون مواطن، ثلاثة أضعاف إنتاج مادة الزيت وين راهو يروح؟ رغم ذلك ما كانش في الرفوف. مرحلة وصلنا وين ننتجو ثلاثة أضعاف كل هذه المنتجات. الجزائر فقط بها فيها خمسة أو ست متعاملين إن لم تخن الذاكرة لإنتاج مادة السكر، متعامل واحد عنده يحوز على 2% من الإنتاج العالمي لمادة السكر. وهكاك حبينا نزيدوا نضربوا. لما وصل الآن إلى الخضار والفواكه والأضاحي، أنا راني قلت لك أسواقنا تعيش فوضى، وجب إعادة ترتيب البيت سواء على مستوى الفلاحين. احنا رانا من المدعمين تاع الفلاح، انا واحد من الناس ماذا بيا الفلاح يبقى يعمل ويمد، ولكن مع كل هذه الضمانات اللي اعطتها الدولة الجزائرية وكل التحفيزات ماذا بينا ايضا حتى هو يعمل انيفور ويقدم على الاقل كما ذكر لك، وكنا اخلقت العمل المهني وكانت فيه توصيات لكل يعني فاعلين في المجتمع المدني في مجال التجارة. احنا رفعنا ايضا توصيات ولكن وجب تفعيلها. انا الفلاح ما يعطيش وصل وما يعطيش فاتورة، كيفاش نروح نحاسب تاجر الجملة؟ راه وقع في احد اسواق الغرب هنا وين وقفوا عليه على احد المنتجات قالوا له اعطينا السعر، على راش راك واضع السعر هذا مين جبته؟ البطاطا علاش راهي تعمل 7000؟ فهمني. الفلاح بحالي ب 6000 بحالي ب 60 دينار، وراو لك الدليل على انه بحالك بهذا السعر. كيفاش حبيتني انا ننظم سوق وما عندنيش الاليات؟ ان كانت المحاكم محكمه دليل، واحد لما يوقف امام القاضي لازم الدليل، وراه الدليل انه الفلاح باع لك بسعر منخفض. تاجر التجزئه ايضا اعطيني الدليل. لازم تكون فيه مراقبه لاسواق الجمله. في الجزائر لا يوجد سوق جمله للمواد الغذائيه، ما عندناش اسواق جمله للمواد الغذائيه. كيفاش حبينا احنا نتخلاو على العاطفه؟ لانه خلاص كفانا هنا. دوك درنا قانون المضاربه، الناس يقول لك الغي قانون المضاربه، نفرض الضرائب وفيه منا نديروا الفوتره ونديروا الدفع الالكتروني، يقول لك لا لا اعلم، لانه الدفع الالكتروني راح يضر في التسريح يعني الضريبي، يعني ربما ناخذ محل تجاري في رقم الاعمال نتاعو مليون دينار، مصرح مليون دينار، ولكن لما يوضعوا له الدفع الالكتروني نلقاوه ربما يرتفع له شيفر دافير حتى 30 مليون دينار، مصرح ب 100 وهو يطلع له ب 3 ملاير، يقول لك انا دوك الضرائب راح يعني كما يقولوا يحاسبوني باثار رجعي. لازم نعطيو ضمانات، نفهموا السوق الجزائريه لانه نفس السيناريو يعاد سنويا. شحال من مرة جينا وقعدنا في البلاطوهات وتكلمنا على ارتفاع الأسعار في المواسم الدينية، ارتفاع الأضاحي، ولكن هذه السنة والله نقولها لك وبكل صراحة ومن هذا البلاطو قناة الشروق نيوز نقولها لك، زيادات غير مبررة، رغم أن الله عز وجل أربعة أسابيع يا شيخ بن زديرة من العاصمة حتى الأغواط المراعي مرفوعة، يعني كما نقولوا الأعشاب وصلت للركبة، المياه موجودة، يعني لما توفر لهم الكلاء وتوفر الماء وراهم لك شير مع الضمانات اللي عطاوه لهم بعد عملية الإحصاء التي أقر بها رئيس الجمهورية في 2019، كانت فيه تعليمات شديدة لوزارة الفلاحة بالإحصاء، كنا نتكلم على 26 مليون رأس من الأغنام، حبطنا ل 19 مليون. كل هذا الدعم من بعد أنا نجي نلقى خروف لمواطن يخلص الأجر القاعدي نتاعو 25 ألف دينار نلقاه مكركر أنا معزة ب 1800 ويقول له ما عنديش. رانا نتكلموا يعني من الواقع، لازم نعاودوا نرتبوا، لأن الجزائر في هذه المرحلة صحيح تعيش أريحية من حيث موارد الطاقة، لما نتكلم عن الفلاحة نتكلم على موارد الطاقة، لأنه هذا الفلاح راه يحتاج الكهرباء، يحتاج مادة المازوت، الشاحنات اللي راهي تنقل راهي تنقل بوقود مدعم، ولكن لازم نتكلم نظرة استشرافية تاع 50 سنة للقدام مع شح الموارد المائية الموجودة في الجزائر، لازم تكون عندنا نظرة استشرافية باش نتفاداو كل هذه الفوضى. وزارة التجارة من جانبها لما عملوا السجل التجاري المتنقل
شيء ايجابي. نظموا الشباب اللي راهم يعملوا بطريقه غير نظاميه، عملوا لهم السجل التجاري. وعلاه ما نفرضش السجل التجاري هنا على الفلاح؟ علاه ما نفرض السجل التجاري والفوطره على تجار الجمله؟ خويا نديروا قاعده رقمنه. وما في اسهل من الرقمنه. الناس راهي متهربه من الرقمنه، نقولها لك، لانه الرقمنه حتسهل امور كثيره وكثيره جدا، وتختصر عندنا الوقت، ونقدروا يعني نظموا الاسواق من جديد. وعليه وجب الضرب من يد من حديد، والدوله هي اللي عندها كل هذه الاليات. وما يشدد عليه رئيس الجمهوريه في كل اجتماع مجلس الوزراء، نعم، عبر تعميم الرقمنه في كامل المجالات. طيب الساده الكرام، سنواصل نقاشنا، النقاش المخصص لهذه الفتره الاخباريه، بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. حتى في الضغطين الضغط بزاف بنين. حاب ماكله بنينه، كاين مارغارين ديما. نقدروا الارض ارضنا، الشمس شمسنا، الخير خيرنا، المصنع بلا وهر جنة، الإنتاج يكفي حاجتنا، مياه بالمياه منتوج بلادنا، جوهرة من الحقل إلى المستهلك، مركب سيفيتال لسحق البذور الزيتية. سيفيتال في خدمة الاقتصاد الوطني. حمص على البنة في 3 دقائق مع جومبو نودلز. وكي تحب جديد استمتع بالذوق الرائع تاع جومبو نودلز خضار. سيدتي الكريمة، راكي حابة مكلتك تخرج صحة بنينة، عليك ولا مارغارين تارتينا، بقلاوة تخرج طرية، عليك ولا تارتينا، دجاجة طيب شوية، عليك ولا تارتينا، والبغرير يخرج بنين، عليك ولا تارتينا، قوحلي بزلا بارتين، عليك ولا تارتينا، طمينة تعمر العين، عليك ولا تارتينا، وطعامي يدوب في الفم، تارتينا تارتينا، دقيقة دقيقة هذا كاع مارغارين تارتينا، البلا كامل فيها مارغارين تارتينا، المقلة بيها خفيفة مارغارين تارتينا، الحلوى بيها طرية مارغارين تارتينا، الشيف اليوم انتي البنة هي تارتينا. باش ماكلتك تكون صحة شهي صحة طرية وصحة بنينة، عليك وعلى مارغارين تارتينا، تارتينا صحة بنينة، تارتي تارتي تارتينا. أنا الشيف شهرزاد، من نهار استعملت مارغارين ديما ولات ما تخطيش كوزينتي. ننصحكم تستعملوها في كامل حلوياتكم، تحسن النوعية وتزيد البنة، وهذا هو سر الشيف. مارغارين ديما. حاب ماكلة بنينة، كاين مارغارين ديما. تحية متجددة مشاهدينا الكرام من استوديوهات الشروق الإخبارية دائما، إذن متابعة لملف النقاش خلال هذه الفترة الإخبارية، وفي ثاني محاور هذا الملف سنقف عند إذن التنسيق مع الوزارات لتجنيد 70 مدبغة عمومية وخاصة لمعالجة جلود الأضاحي عشية عيد الأضحى المبارك. من جديد أرحب بالضيوف الكرام، جابر بن ستيرة رئيس المنظمة الجزائرية التجارة والاستثمار الاجتماعي، مرحبا، وأرحب بك من جديد سفيان الواسع، إذا ناطق باسم منظمة حمايتك معنا من جديد. شكرا. طيب نأتي إليك سيد جابر بن ستيرة، الحديث اليوم عن تجميع جلود الأضاحي عشية عيد الأضحى المبارك، هو ما دائما تدعو إليه وزارة الصناعة، وتدعو للتنسيق مع المواطنين خلال العيد، وضع إذن جلود الأضاحي عند النقط التي تكون في الأحياء. اليوم رسالتكم للمواطنين فيما يخص جلود الأضاحي، خاصة أنها تعتبر ثروة اقتصادية. طبيعة الحال أنا أولا من هذا المنبر نشكر مصالح وزارة الصناعة اللي نصبت اللجنة يعني، وعطتنا الوقت
باش نقدروا نديروا مقترحات ونجسدوها في ارض الميدان. ايضا نشكروها اللي يدرجونا هنا يعني كمنظمات كتنظيمات مهنيه باش نساهموا في اثراء برنامج العمل، والحمد لله انه كل مقترحاتنا تم تجسيدها وقبولها في الحمله هذه السنه. اولا احنا ركزنا على تثمين المنتجات ابتداء من المستهلك، يعني تحسيس المواطن الجزائري باهميه هذه الثروه الجلود وانه كيفيه المحافظه عليها، كيفاش ما يعني في عمليه النحر و يعني باش ما نتخبوهاش، كيفاش نحافظوا عليها، كي نكملوا كيفاش لازم نديروا لها الملح. يعني درنا حمله وطنيه وكان فيها العديد من المداخلات، وكان هناك حمله على مواقع التواصل وفيديو والعديد من الامور فيما يخص التحسيس اولا. ثانيا عمليه رفع الجلود، كان هناك خلل انه كنا نرفع هذه الجلود بحاويات القمامه التي تساهم بشكل كبير في اتلافها. الو تم تغيير هذه الشاحنات بالشاحنات عده قطاعات عموميه، وايضا نحن كتنظيم مهني ساهمنا مع مصالح وزاره الصناعه ومختلف الدوائر الوزاريه بتجنيد الخواص، يعني الخواص راه فيها انفلوت كبيره، هناك شاحنات يعني الخواص مستعدين هنا انه باش نساهموا في هذه الحمله، وحتى ان الخواص يداوموا في يوم العيد ويكون يعني ثمن زايد. هذه النقطة الأولى، لما نجمعوها بطريقة احترافية راح نرفعوا من نسبة النجاح تاعها. النقطة الثانية هي الاستثمار في الجلود التالفة. الجلود التالفة دي كنا نخلصوا عليها أموال طائلة وبعد نرمدوها نردموها، هي عبارة على الثروة. أولا تم الاتفاق مع مصالح وزارة الصناعة أنه يتم توجيهها إلى الصغار الحرفيين، يعني تمكين صغار الحرفيين أنهم يروحوا لهذا الطانري المدابغ، وهذا نداء نوجهه عبر قناة الشروق، أنهم يعني الحرفيين بإمكانهم التقرب من كل المدابغ للتمكن من هذه الجلود، وليس فقط بمناسبة العيد بل على طول السنة. في عود ردمها راح نمكنوا الصغار الحرفيين أنهم يتمكنوا منها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تم توجيه يعني الجلود اللي ممزقه بزاف كما يقولوا لمصانع التحويل، في بعض المبادرات الصغيره اللي بدات، وهناك منظمه سنساهم في تحفيز المستثمرين انهم يعني يتعاقدوا مع هذه المدابغ باش الجلود اللي تكون ممزقه نوجهوها الى مصانع التحويل لاستغلالها في انتاج مدخلات الانتاج معظم اغلب المنتجات الصيدلانيه، ايضا في المنتجات الكيماويه، وايضا في ماده الجيلاتين. لكل هذه المنتجات راهي تكلف الجزائر خسائر كبيره في استيرادها، رغم انه هنا ماده الجزائر هي دوله منتجه للصوف وللجلود. يعني هنا هذه النظره تاعنا اللي ساهمنا فيها، وان شاء الله وفق البرنامج المسطر احنا نتوقعوا ان شاء الله انه راح نتعداو سقف ال 200 جلد اضحيه هذه السنه باذن الله. طيب استاذ سفيان الواسع، مثل ما تابعتم الان مع السيده جابر بن ستيره، تحدث عن هذه اللجنه وعن مهامها التي ستقوم بها عبر تجميع جلود الاضاحي بعد عيد الاضحى المبارك. الان تبقى المسؤوليه على عاتق المواطن، ما هي الرساله التي توجهها للمواطن اليوم، خاصه انه هذه الجلود تستغل لصالح الاقتصاد الوطني؟ والله الجلود يعني او الصوف ايضا، يعني ربما ساخويا بن سيره، انه الصوف ايضا راه لك ثروه مهضوره، ما كاش احصائيات مضبوطه على عدد الاضاحي اللي ربما تكون بين 3 و4، وهذا في ظل غياب الرقمنه، لانه لو الموال كل ما يبيع ويحط الرقمنه راه لك دائما يمكن عندنا نقدر نعطيك رقم قال 3,534,000 وخروف. ما عندناش احصائيات مضبوطه، ولكن نقولوا بين 3 إلى 4 مليون، يعني تقدر هذه الثروه المهضوره بحوالي 18 مليون دولار. يعني من الجانب البيئي انا راح نجنبوا التلوث والنكده، من الجانب الاقتصادي تمكين المؤسسات المصغره هذه من جمع هذه الجلود. كما تعلمين اختي الكريمه ان توجهات الدوله الجزائريه في سابق خطاب رئيس الجمهورية والمتمثل في تعزيز المنتوج الوطني والتوجه نحو الخارج، احنا علاش؟ لانه كما نقولوا احنا هذه العملية نتاع الجلود لا تريتونس شيميك تاع هذه الجلود راهي تكلف، تهدر المياه كثرة، راهي تلوث الطبيعة، لأن رانا نستعملوا مواد كيميائية من بعد نروحوا نبيعوا المنتوج في حالته الأولية، كأننا رانا نوجدوا نلوثوا أرضنا ونلوثوا مياهنا ونخسروا ونبيعوا المنتوج في حالته الأولية، لما لا نبيعوه منتوج في حالته النهائية ويوجه نحو التصدير. تبقى فقط يعني على المواطنين، نحن كمنظمة حمايتك
عندنا الصفحة يعني الرسمية المنظمة الجزائرية للدفاع عن حقوق المستهلك عبر صفحتنا نوجه بعض النصائح وبعض النداءات للمستهلك الجزائري، وهي عملية النحر كما ذكر لي أنه هناك بعض الجلود التي لا تقبل على مستوى المدابغ اللي تكون يعني ممزقة في عملية النحر، مزقوها أو تكون يعني متعفنة لأنه لازم نستعملوا مادة الملح وما نعرضوهاش يعني في المناطق اللي تكون رطبة، ما لازمش نرموها هكذا في الشوارع وإنما نوضعوها في فضاءات تكون بعيدة يعني على وين يلعبوا الأولاد ولا وين يتمشاو الناس، نوضعوها في أماكن هكذا تنشف مادة الملح. وكاين إخوة اللي يقوموا بجمع هذه المادة لأنه ما نكذبش عليك صراحة ليس ببعيد ربما منذ أزيد من 20 سنة أو كذا كانت هذه الجلود لا ترمى على مستوى البيوت، كاين الناس تسترجع البيوت كان حتى يستعملوها في جهاز نتاع العروس. العروس زمان يعني لما كانت تروح كانوا يستعملوا تلك الزربية نتاع الخروف، يعني لما كان خروف يعني ربي بارك يعني كان سعره ما يتجاوز 500 دينار، أنا أشوفه ب 15 مليون اليوم. كانت هذه الثقافة، ولكن التحضر والتمدن أصبحت يعني ترمى، وبالتالي 18 مليون دولار يعني تخيل أنت هذا الرقم لو وزعناها على مؤسسات مصغرة وحرفيين راح نجنبوا ناس كثير وكثير البطالة. من هذا الجانب احنا كمنظمة لأنه علاقتنا بالبيئة لأنه تنظيم الدفاع عن المستهلك يعني الحق من حقوق المستهلك هو العيش في كما نقولوا احنا في بيئة أمينة، وهذا راه متعلق أيضا بالبيئة، فنحن نثمن هذه المبادرة وهذه اللجنة ويعني كما قلنا نوضع مكاتبنا في 58 ولاية تحت تصرف هذه اللجنة فيما يخص الحملة التحسيسية، وليت تكون على مدار السنة لأنه الجلود كما تعلم على مستوى المذابح سعرها لا يقل على 800 دينار، لما لا يعني في العام المقبل إن شاء الله ربما تكون مبالغ رمزية مقدمة للمواطنين أو تحفيز لجان الأحياء باش على الأقل تلك الأموال ربما أنت في حين القوم مئة يعني مئة واحد ضحى ولا ألف تلك الأموال تروح يعني لأمور تاع التنظيف نتاع الأحياء ولا صح. هكذا الأمور تتمشى لأن المجتمع المدني لما رئيس الجمهورية أعطى صلاحيات للمجتمع المدني هو لتنظيم المجتمع وتحميله المسؤولية، لأن الأضاحي اللي تكلم عليها لو كان كاين لجان أحياء وتنظم التمليح علاه نرميها كل قدام عمارة نرمينا 20 زربية، يجوا لجان الحي وضعوهم يتفاهموا مع المصالح البلدية وقال يا ودي الأضاحي تاعكم ما راحش تروح باطل لأن راي تاعك شريتها أنت ستدفع مبالغ رانا حنقوموا بتنظيف الحي أو الطلاء، لأنه لو ولي الأمر الكل لجان الأحياء إذا تسمح لي سي سفيان لجان الأحياء تم إدراجهم في العملية وذلك بإنشاء لجان ولائية وتم التواصل مع كل لجان الأحياء وخاصة المعتمدة اللي عندها يعني اعتماد وإدراجها في الحملة. أيضا سي سفيان يعني لجنة مشتركة درنا فيديو توضيحي للعملية يعني بكل مراحلها، نوجه نداء يعني للمواطنين وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الانفلونسور المؤثرين أنهم يساهموا معنا في نشر هذا الفيديو لإيصاله إلى يعني أكبر عدد من بعد نوضعوه موجود على مستوى رابط وزارة الصناعة ورابط المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار. ما نتمنى إن شاء الله أن نساهموا في إيصال هذا الفيديو على الأقل يوضعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمور إيجابية وأمور اللي تنفع المواطن وتنفع صحيح. المستهلك الجزائري لما يأتي دور المجتمع المدني الرفع من الحس المدني لأنه هذه راهي مصلحة يعني الاقتصاد الوطني ومصلحة حتى المستهلك لأنه المحافظة على البيئة فيها العديد من النقاط التي يعني ذات المصلحة المنفعة المشتركة. نتمنى إن شاء الله أنه هذه الحملة نبينوا بلي يعني الشعب الجزائري شعب إيجابي، أن المجتمع المدني أيضا عنده دور في يعني تفعيل مختلف المبادرات الوطنية. نتمنى إن شاء الله أنه هنا الفيديو هذا يعني يوضح كل مراحل المحافظة على جنود الأضاحي. نتمنى إن شاء الله يعني من كل يعني حتى في الشروق نضمن سامع الخروف 15 مليون ما ظنيتش أنا السوفت روح باطل هذه هذا السنة ربما الجنود هذه السنة سيتم استرجاعها وسيتم استردادها لأنه تم سلخ جلود المستهلكين البسطاء الجزائريين بهذه الأسعار المرتفعة. الأسبوع هذا ملاحظ انخفاض الأسعار يعني كان انخفاض مليون ب10,000 دينار 10,000 دينار، أنا أقول لك خروف تاعت 3 ملايين ونص صحيح هي الأسعار 6 ملايين 7 ملايين 100% ارتدت زيادات غير مبررة. نأمل إن شاء الله أنه الأسعار كانت مرتفعة نوعا ما، نتمنى إن شاء الله راك قلت يا سي سفيان كاين توصيات مازالت حبيسة الأدراج، إن شاء الله هذه التوصيات لو يتم
أخذ بعين الاعتبار بها. وأيضا ما نسوش حاجة أنه تشييد التوصيات راهو بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين. مستحيل أنك تدير توصيات بلا متعاملين اقتصاديين. لازم يكون إشراك الكل، إشراك في اللجان المشتركة، لأنه حتى استرجاع الجنود دخل فيها البيئة، دخل فيها الصناعة، الصناعات التقليدية، يعني صحيح. كل إدراك يعني تكون لجان مشتركة وإدراج الممثلين نتاع المستهلكين اللي غابوا على الساحة في بعض القرارات التي تم اتخاذها. ويا ليت تم استيراد يعني الأضاحي كما استوردنا اللحوم المجمدة باش نخفضوا في الأسعار. هكذا كنا على الأقل في أسواقنا كما العام الماضي والعام اللي قبله نلقاو أضاحي في متناول الجميع. نعم السادة الكرام، السيد جابر بن سديرة رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، جزيل الشكر على قبولكم الدعوة وحضوركم معنا في ملفنا المخصص للنقاش. الشكر موصول لكم أيضا سيد سفيان الواسع، نطق باسم منظمة حمايتك على حضوركم معنا اليوم.